طيب كان في خبر نشر اليوم من عربي 21 بيتكلم على انه على لسان البروفيسور ستيف هانكي ان التضخم الحقيقي بمصر سجل 107%، اي 4 أضعاف الرقم الرسمي. هذا الكلام منشور في عربي 21 على لسان البروفيسور ستيف هانكي. سؤالي دكتور ستيف، هل مع حضرتك الصوت وصلك؟ تحدثت اليوم عن أن أرقام التضخم التي أعلنتها الحكومة المصرية هي غير صحيحة، وأن الرقم الرسمي 4 أضعاف. إلى أي هل أزلت عند رأيك؟ عندما يزداد التضخم بنسبة كبيرة في العام، فبالتالي يجب أن يكون هناك توقف لشراء السلع الغير المفيدة. عندما تحدثت عن هذا الموضوع، التضخم بنسبة 107%، هذه نسبة كبيرة. نسبة التضخم التي يجب أن تكون مثلا أو يمكن أن تكون عادية 1.9 أو 2%، ولكن الأرقام التي رصدتها أنا هي أعلى ب3 مرات، وسبب ذلك أمران. أولا هو أن البنك المركزي يطبع الكثير من الأموال في نهاية غير مغطاة، ففي نهاية العام هذه الأموال سوف تشارك في تضخم بنسبة 27% في العام. فبالتالي مرة أخرى، إذا تدفق المال يزداد، وفي هذا الصدد هذا يؤدي إلى تضخم، فبالتالي تدفق الأموال ازداد بسرعة. والعامل الثاني هو أن العملة أو الجنيه المصري فقد قيمته بشكل سريع وبشكل كبير، فكل الناس توقعوا بأن هذا التضخم سوف يزداد. منذ بداية 2023 بدأ انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، في عام 2022 يعني من منتصف 22 وحتى نهايته فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، ومع دخول عام 2023 بدأ بفقد المزيد من قيمته، وهذا أيضا ساهم في التضخم وأوصل البلاد إلى نسبة تضخم كبيرة. هذه المعادلة التي أتحدث عنها تؤدي إلى استنتاج بأن أرقام التضخم الحقيقية هي 3 أضعاف النسبة المعلنة. فإذا يمكن أن ننظر إلى مؤشر البروفيسور هانكي ونقول بأن هذه الأرقام صحيحة، أو بأن البنك المركزي أو خبراء البنك المركزي في مصر يعلنون الأرقام التي لديهم ويثبتوا بأن أرقامهم هي الصحيحة. ولكن أعتقد أن خبراء البنك المركزي يعرفون تماما أن ما يقولونه ليس صحيحا، وبأن أرقام التضخم أعلى بكثير مما أعلنوه. طيب بروفيسور ستيف، بعيدا عن التضخم، أنت أيضا تحدثت عن الديون المصرية وكتبت في تويتر لك، وجهتها في رسالة إلى السيسي بأن يكون واقعي، أنت التغريدة منسوبة لك، أنت تحدثت إلى السيسي بأن يكون واقعي بشأن أرقام الديون التي ارتفعت بنسبة 360%. على أي أساس وصلت لهذا الرقم 360%؟ على أي أساس؟ وماذا يعني 360؟ يعني كم مبلغ الديون؟ يمكن أن تحصل على هذا الرقم من أي مصدر موثوق. أولا هناك استخبارات مالية
يعني موجودة من مصادر مفتوحة يمكن أن تعطي هذه الأرقام من الديون من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي، هذه الأرقام متاحة، فبالتالي هذه أمور معروفة وليست بأرقام سرية. لا، أنت تقول في التويتر يا دكتور ستيف: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهنئ نفسه على تقليص رواتب العاملين كنسبة من النفقات، ووجهت رسالة مباشرة: كن واقعيا، ارتفعت تكلفة خدمة ديون مصر بنسبة 360% في نفس الإطار الزمني. أنت تتحدث هنا عن الديون وتكلفة وخدمة الدين وليس الديون فقط، هل أنا فهمت صحيح دكتور ستيف؟ أنا لا أدرى إذا كان الكلام واصل أو لا. نعم، قلت ذلك، قلت بأنه من الأفضل أن يكون واقعيا. أنا شخص أنت يعني أنتمي للمدرسة الواقعية. أنا لا ألقي بالا كبيرا للأرقام التي تقولها الحكومة، هذا أمر نختبره طوال الوقت، لأن الكلمة التي تأتي من المسؤولين الحكوميين سواء كانوا من البنوك المركزية أو من الوزارات يجب دوما أن نأخذها بعين الريبة. لكننا لم نسمع أن السيسي أخذ قروض جديدة، فكيف ارتفعت الدين وخدمة الدين إلى 360%؟ الأمر هو أنه إذا كنت ستصل إلى عجز مالي فهناك ثلاثة أمور تترتب على هذا الأمر: أولا لا يمكنك أن تستدين المزيد من المال، أو يمكن أن تقوم بشيء آخر، وهذا ما قاموا به في مصر، وهو إيجاد طرق أخرى لاستدانة الأموال. فبالتالي ثمة ثلاث طرق لملء هذه الثغرة في العجز، فهو في مصر استمروا في استدانة الأموال، وأيضا استمروا في طباعة الأموال. ما هو أنا سؤالي دكتور ستيف، سؤالي: السيسي الآن لم يحصل على قروض كبيرة سواء من البنك الدولي أو من صندوق النقد، سؤالي في تقديرك أن الديون أو خدمة الدين ارتفعت إلى 360%، كيف وصلت إلى هذا الرقم في حين أن السيسي لم يستدين مؤخرا؟ كل ما عليك أن تفعله هو أن تدخل إلى موقع البنك الدولي وأن ترى نسبة الديون مقابل إجمالي الدخل القومي أو المحلي. طيب دكتور ستيف، يعني نعود مرة أخرى، الحكومة أو النظام المصري يحمل التضخم والأزمة الاقتصادية، يحملها على أنها آثار الحرب الروسية الأوكرانية وآثار كوفيد-19، إلى أي مدى هذا الكلام مزبوط؟ وهل تتحمل من المنطق أن تتحمل أو يتحمل هذين الحدثين أزمة الاقتصاد المصري؟ التضخم أينما حدث هو عبارة عن مشكلة محلية. أنا قلت بأنه في مصر هناك طباعة لكميات هائلة من الأموال، وهذا بالتأكيد سيفضي إلى تضخم. الحرب في أوكرانيا أثرت على ارتفاع أسعار الصادرات أو الواردات في مصر، خاصة سعر القمح، خاصة إذا كان هناك اعتماد كبير على هذه الواردات. فبالتالي أما التضخم فهو من الأمور التي تستهلك في مصر، والذي يعتمد اعتمادا كاملا على الواردات بما في ذلك الوقود والنفط والقمح وغيره من المواد. فبالتالي ما
والآن مصر عالقة في حلقة التضخم هذه التي تبلغ 20% في العام، وبالتالي كل شيء تستهلكه تدفع ثمنه بشكل أغلى، وهذا يؤدي إلى مزيد من التضخم. في واقع الأمر أسعار النفط والغاز التي موجودة في هذه السلة، فإذا ارتفعت الأسعار في هذه السلة جميع الأمور الموجودة في هذه السلة، المستهلكات والواردات ترتفع بنفس القدر. هذه هي الحرب. إذن الحرب تؤدي إلى تفاوتات في الأسعار. أما بالنسبة للتضخم فهذا التضخم الذي تسبب به البنك المركزي، هنا نحن نتحدث عن مصر، فبالتالي البنك المركزي في مصر هو الذي بدأ حرب التضخم في مصر، ولا يمكن إلقاء اللوم على الحرب في أوكرانيا. سأعطيك مثالا. في عام 1979، سأعود إلى هذا المثال، كان لدينا أزمتان. الأولى كانت أزمة النفط وكذلك أزمة النفط عام 1973، وكذلك الحرب في اليابان. بما أن سعر النفط أو عفوا مصرف ليست الحرب وإنما مصرف اليابان، فإذا مصرف اليابان زاد دفق الأموال، ومع ارتفاع الأسعار النفط ارتفع كلاهما بنفس الوقت. بعد ذلك كان ذلك في 73، بعد ذلك في عام 1979 ضربت أزمة النفط، وبالتالي مصرف اليابان لم يستوعب فكرة أو ارتفاع أسعار النفط برفع التدفق المالي، وإنما خفضت التدفقات المالية، وبهذا استطاع أن يسيطر على التضخم في اليابان. وبالتالي الحرب في الحرب الروسية في أوكرانيا لا يمكن أن يكون لها هذا التأثير على التضخم المحلي في مصر. فهناك فرق إذن بين التضخم العام الذي يمكن أن يضرب العالم بأسره بنسب قليلة، وبين التضخم الهائل الذي يحدث داخليا في إحدى الدول بسبب أداء وإجراءات الدولة التي تعمل بالأداءات المالية في هذه الدولة. فبالتالي هناك مشكلة في السياسات النقدية في البنك المركزي في مصر. زيادة التدفقات المالية في مصر التي يطمعها البنك المركزي زادت بالضعف عن السنوات الماضية، وهذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى التضخم. دكتور ستيف، تحدثت يعني في تتحدث تقارير لمؤسسات اقتصادية أو مواقع اقتصادية زي بلومبرج وغيرها من المواقع الاقتصادية عن انهيار مرتقب للجنيه المصري أمام الدولار. هل إلى أي مدى تتفق مع هذه التقارير الإعلامية وليست المتخصصة؟ وهل يصل برأيك الدولار إلى 40 جنيه مثلا؟ في غضون عام الجنيه المصري فقد أكثر من نصف قيمته، ومنذ شهر يناير في هذا العام منذ يناير 2023 فقد أكثر من حوالي 20% من قيمته. لنشرح الأمر بهذه الطريقة، إذا كان هناك ضغط كبير واستمرت نسب التضخم بهذا الشكل، هل سيكون لهذا أثر على برامج صندوق النقد الدولي أم لا؟ إذا كان هناك ضغط للقيام بها للاستمرار بنفس الخطة، فبالتالي سوف يؤثر ذلك على الناس. وإذا واصل البنك المركزي بزيادة التدفقات المالية
طبعا هذا سيؤثر على المصارف، خاصة بأن البنك المركزي يسيطر على البنوك الأخرى في البلاد، وبالتالي كلما زادت طباعة الأموال وكلما زادت التدفقات المالية سوف ينهار الجنيه أكثر وأكثر وقيمته سوف تنخفض أكثر وأكثر. طيب دكتور ستيف، يعني الآن الحكومة المصرية تقوم بعملية بيع لشركات ولمصانع موجودة إلى دول خليجية، إلى أي مدى تعتقد أن عمليات البيع هذه قد تساهم في تخفيض أو معالجة الأزمة الاقتصادية في مصر؟ هل تتحدث عن برنامج الخصخصة؟ أيوة. That's one way to raise revenue to fill a budget deficit. So هذه إحدى طرق للحصول على عائدات لملء العجز المالي أو العجز في الموازنة. هذا شبيه في خطة الخصخصة التي كانت في زمن ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك كتاب اسمه الخصخصة والتنمية، نشر في القاهرة باللغة العربية، وكما قلت إذن اسمه الخصخصة والتنمية. فإذن الخصخصة أحيانا تكون جيدة لإدارة المؤسسات من قبل جهات خاصة عوضا عن الحكومة، ولكن هذه العائدات يجب أن تدخل في البلاد لملء ثغرة الموازنة أو ثغرة العجوزات في الموازنة. ولكن إذا هذه الثغرات أو الفجوات في الموازنات ازدادت كبرا لأن الأموال تتسرب إلى الخارج، فبالتالي هذه العجوزات سوف تصبح أكبر. فلذلك برامج الخصخصة يجب أن تضع ضغطا على البنك المركزي الذي يطبع الأموال ليتوقف عن هذا الأمر، وأن تكون هناك عائدات من هذه الشركات الخاصة أو هذه الأصول التي خصخصت لكي تملأ العجوزات. فيمكن أن تكون الخصخصة مفيدة إذا وضعت الأصول في أيدي أشخاص أو رجال أعمال من القطاع الخاص يستطيعون إدارتها بشكل جيد، وليس في أيدي البيروقراطيين الموظفين الذين أساءوا إدارة هذه. ولكن هذا يقتضي أن يكون هناك تعاون مع البنك المركزي لخفض مستويات التضخم. دكتور ستيف، يعني نموذجين، أنا لست أكرر مرة أخرى متخصص في الاقتصاد ولكن مجرد قارئ، نموذجين في الخصخصة رأيناهم في الثمانينات، كنا رأينا مارغريت تاتشر في بريطانيا على ما أعتقد إذا ما كنتش مخطئ، ونموذج آخر كان في السبعينات في تشيلي على يد مدرسة شيكاغو، كان نموذجات في الخصخصة. لم ينجح النموذج، لا أدري مصيره في بريطانيا على يد مارغريت تاتشر، ولكن لم ينجح اللي أنا أثق فيه، لم ينجح نموذج الخصخصة في تشيلي. إلى أي مدى سينجح هذا النموذج في مصر؟ أنا أعرف تشيلي عن قرب لأنني درست تجربة الخصخصة في تشيلي في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات القرن الماضي، وقد كانت تجربة ناجحة. أما بالنسبة للخصخصة في بريطانيا فأنا أعرف هذا نموذج مارغريت تاتشر في ذلك الوقت، مستشارها الاقتصادي كان أحد زملائي وقد عملت معه عن قرب، وكنا نكتب مقالات لعدة سنوات عن هذا الموضوع. وبالتالي
أنا أعرف أيضا النظام في بريطانيا وقد نجح نجاحا جيدا. لا أعرف لماذا تقول أنه لم ينجح. لا أنا قلت أن أنا لا أعرف مصير النموذج في بريطانيا، ولكن مصير نموذج في تشيلي هناك كتب كتبت على أنه كان نموذج فاشل. الفرق الوحيد بين النظام التشيلي والبريطاني دوما الخصخصة بمصطلحات بسيطة، هو أخذ أصول من يد الحكومة إلى الشركات الخاصة. كيف يجري هذا الأمر يختلف من مكان إلى آخر. في بعض الأحيان يتم ذلك وراء أبواب مغلقة، وتستغل القطاع يستغل القطاع الخاص هذه الأصول ويتم إضاعتها بالطريقة التي قام بها التشيليون. وجدوا هذه أخذوا هذه الأصول والشاري دفع السعر، وهذه الشركات وضعت أو عرضت طرحت هذه الأصول في البورصة، وفي نفس الوقت قامت تم تخصيص شركات في مصر وفي تشيلي، وكذلك نظام الضمان الاجتماعي تم تخصيص خصخصته في تشيلي. هذا البرنامج نجح في تشيلي لأن البرنامج الضمان الاجتماعي اشترى أسهما في الشركات التي تمت خصخصتها مؤخرا، فبالتالي جميع من كان موجود في الضمان الاجتماعي ربح من هذه العملية، وبالتالي نظام الضمان الاجتماعي وفعليا يعني نحن نتحدث عن كل شخص بالغ في تشيلي مشارك في هذا الاجتماع في هذا النظام. والجنرال بينوتشي في ذلك الوقت قام بإنشاء نظام الضمان الاجتماعي وأدرج فيه الجميع، ولكن الجيش قال بأنهم يريدون نظام الضمان الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة، يريدونه أن يكون للجيش، وبالتالي كان هذا عملا سيئا بالنسبة للجيش. فهذا الدرس التشيلي هي حالة أعرفها لأن كانت هناك شركات خاصة تدير نظام الضمان الاجتماعي وقد نجحت بذلك نجاحا هائلا، وكان له عائدات كبيرة. دكتور ستيف، الوقت مضى سريعا، ولكن لدي سؤال فأرجو الرد سريعا لأنه الوقت انتهى. أول سؤال، حضرتك ذكرت الآن أنك كنت تعمل في تشيلي، هل هذا معناه أنك كنت أحد أبناء مدرسة شيكاغو في الاقتصاد؟ لا، لم أكن يعني رسميا من الشيكاغو بويز أو أبناء شيكاغو، لم أحصل على شهادة الدكتوراه منها لسوء الحظ أو ربما لحسن الحظ. أنا ذهبت للجامعة في كولورادو كما قلت، والبروفيسور الذي درسني وكان ممتازا وكان مصريا نجيب الملك أو الملك